كذلك انه فئات الشمول كانت هي الحمله الكبرى في بدايه هذه السنه هي للايتام، عندنا يعني اكثر من 40,000 متقدم للايتام، انه الان وزير العمل اطلقها، لكن المشكله الاكبر عندنا 400,000 طلب الكتروني كانت فقط للنساء، يعني من خلال التدقيق تبين 150,000 من الرجال قدموا تحت عنوان انثى حتى لغرض شمول مبيعات الحمايه الاجتماعيه. 150 ألف من الرجال قدموا تحت عنوان انثى لغرض شمول مبيعات الحمايه الاجتماعيه.